السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم أدوات رائعة يعني لـ iOS 8.3 وكذلك iOS 8.4، أدوات جديدة بالطبع، حوالي 10 أدوات سأريها لكم في هذه الحلقة بإذن الله. الأداة الأولى وهي أداة سفاري سوايبر. هذه الأداة تمكنك من التنقل من الصفحات التي قمت بالدخول إليها بشكل سريع. فمثلا في الحالة العادية تضغط هنا، بعد ذلك تختار يعني الصفحة التي تريدها، ولكن في هذه الحالة فقط تقوم بالتمرير من الأسفل هكذا، من اليمين إلى اليسار، أو من اليمين إلى أو من اليسار إلى اليمين، حتى تمر إلى الصفحة التي تليها. إذا كما ترى مشاهدي الكريم، كما ترى الآن أقوم بالتنقل وأتصفح بكل سهولة عن طريق هذه الأداة الرائعة والمتميزة، أداة سفاري سوايبر. الأداة التي تليها وهي أداة الكالر باس. هذه الأداة تعطي الأرقام في لوحة الدخول لون أنت تقوم بتحديده، سواء كان أحمر أزرق أي رقم تريده. فهذه الأداة متميزة ورائعة للغاية في من ناحية تلوين كلمة المرور أو الأرقام للباس كود في اللوك سكرين. الأداة التي تليها وهي أداة الداتا بانر. هذه الأداة بكل بساطة تعطيك إشعارات مميزة أو إشعارات ملونة. إذن هذه هي الأداة كما ترى هنا، يمكنك من هذه الخيارات على سبيل المثال اللوك سكرين بانر. هذه مثلا على سبيل المثال في حالة كانت شاشة القفل ما يعني مقفلة عندك، وأتت لك إشعارات من أي برنامج، ستأتي لك بلون البرنامج الذي تريده. على سبيل المثال هنا في التجربة أو تيست لهذه الأداة تظهر هنا أيقونة برنامج بانوراما فيديو، هذه الأيقونة باللون الأحمر، إذن يظهر هذا اللون باللون الأحمر. إذن نضغط على تيست لوك سكرين بانر مرة أخرى، على سبيل المثال مرة أخرى ظهر هذا لهذا البرنامج، تظهر بهذا اللون، يعني كل أيقونة ويظهر الإشعار باللون الذي تريده، ليس فقط في اللوك سكرين ولكن أيضا في الإشعارات العادية، إشعارات أو أداة رائعة للغاية، تعطيك ألوان للإشعارات التي تتوصل بها على هاتفك سواء كانت في اللوك سكرين أو في الشاشة الرئيسية. الأداة التي تليها وهي أداة الواتش Notifications. هذه الأداة تعطي لساعة أبل التي تملكها، إذا كنت تملك ساعة أبل فتعطيك الإشعارات التي تأتيك على هاتفك الذكي أو هاتفك الآيفون، تظهر أيضا في ساعة أبل. لا يمكنني شرح هذه الأداة، ولكنها يعني لأنني لا أملك ساعة أبل، ولكنها يعني سهلة للغاية، يمكنك تنزيلها وتظهر لك الإشعارات في ساعة أبل إذا كنت تملك ذلك. الأداة التي تليها وهي أداة الواتش بورد. هذه الأداة شبيهة بأداة الإيتيروم. هذه الأداة يعني تعطيك كما ترى هنا أيقونات مثل ساعة أبل، كما ترى مشاهدي الكريم مثل ساعة أبل بالضبط. فيعني الأداة إيتيروم يوجد بها بعض المشاكل وربما لا تشتغل، فأنصحك بتنزيل أداة واتش بورد، تشبهها يعني للغاية، لا يوجد فرق بينهما. الأداة التي تلي هذه الأداة وهي أداة المينيمال كاميرا. هذه الأداة تعطيك خيارات ل الكاميرا التي يعني تطبيق الكاميرا. فكما ترى هنا، كما ترى توب فاي اوبشنز، اذا قمت بالغاء هذا الخيار وهذا الخيار وهذا الخيار لا يظهر لك خيار التبديل بين الكاميرا الاماميه والخلفيه، لا يظهر لك الوقت، لا يظهر لك يعني مؤشر الاتش دي، لا يظهر لك ايضا الفلاش. كما ترى هنا الخيار الذي يليه، كما ترى الفوتوز، اذا قمت باغلاق الفوتوز هنا وتذهب ايضا الى بعد ذلك الى البوم او خيار الكاميرا، فمن المفترض ان يظهر لك هنا في اليمين خيار الكاميرا، ولكن في هذه الحالة لن يظهر لاننا قمنا باغلاق هذا الخيار. الأداة التي تليها وهي أداة الماي ريمار. هذه أداة رائعة ومتميزة للغاية. ما هي وظيفة هذه الأداة؟ هنا في هذا البرنامج على سبيل المثال في الإعدادات أريد أن تبقى يعني الإعدادات مفتوحة وانتقل إلى برنامج آخر ويبقى يعني نافذة الإعدادات مفتوحة. للتوضيح أكثر هنا تقوم بالتمرير من الأعلى اليسار من الأعلى هكذا. إذا كما ترى أقوم برفع هذا النافذة، أقوم بتحويلها إلى أي مكان أريده هكذا، على سبيل المثال أضعها هنا ثم أنتقل وأفتح أي تطبيق آخر. على سبيل المثال سأفتح سفاري، أقوم بتصغيره هو أيضا. إذا نحول هذا النافذة قليلا، يوجد فيها العديد من الخيارات، عندما تضغط عليها هنا في المنتصف في الأعلى يمكنك تصغيرها بعد ذلك نقلها أو إغلاقها، يمكنك يعني حتى استخدامها، لا توجد أي مشكلة، اكتب أي شيء
والتصفح في نفس الوقت، واستعمل تطبيق سفاري في نفس الوقت. إن كنت يعني إذا كانت لديك آيفون 6 بلس أو آيباد فهذه الأداة رائعة ومتميزة للغاية. الأداة التي تليها وهي أداة التويكس ريفرش. إذا لندخل إلى السيديا هنا، فعندما تدخل إلى المصادر تضغط على تحديث، ويعني كما ترى هنا، ولكن بهذه الأداة فقط التمرير هكذا إلى الأسفل ويتم تحديث الأدوات أو المصادر. أداة رائعة للغاية. الأداة التي تليها وهي أداة الواكويك ريبلاي. هذه الأداة عندما تأتيك رسالة على سبيل المثال من ال أو نو ماذا حدث؟ إذا أتتك رسالة على سبيل المثال من الواتساب، فيظهر لك هنا الإشعار كما ترى، يعني لا أستطيع تمثيله ولكن يظهر هنا بالأعلى إشعار رسالة، فيمكنك الضغط على ريبلي وتكتب الرسالة التي تريدها وأنت في الشاشة الرئيسية أو البرنامج التي تستخدمه بدون أي مشاكل. الأداة الأخيرة وهي الأداة الأكوا بورد. هذه الأداة كما ترى في الشاشة الرئيسية فكأنها ماء، كأنها يعني سائل. ننتظرها أيضا قليلا حتى تثبت في مكانها. إذا كما ترى هنا خلفية عادية، ولكن عندما تقوم بالضغط في أي مكان هكذا وكأنك ضغطت على ماء. إذا كما ترى هكذا وكأن الشاشة مائية أو سائلة. إذا هذه كانت أفضل أدوات في iOS 8.4 و iOS 8.3. طبعا يوجد حلقة قبل هذه تطرقت فيها إلى أدوات أيضا لـ 8.4، أفضل 50 أداة، يعني 50 أداة، وهذه يعني 10 أدوات. كل ما يعني أحصل على مجموعة أدوات جديدة أقوم بشرحها. رجاء إذا أعجبتك هذه الحلقة لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، ولا تنسى كذلك الالتحاق بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة المدونة كذلك thtvw.com. يوجد حلقات شبه يومية في كافة المجالات التقنية، أخبار إنترنت أندرويد ويندوز لينكس، وأيضا مواضيع ربحية من الإنترنت. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.